تعالوا نبص بره، بدل ما نبص احنا جوانا وكلنا بنقعد نقول احنا اللي بعض، احنا انت غلطان وانت غلطان وانت غلطان. طب تعالوا نشوف الصح بيتعمل ازاي، تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه عشان نحل بعض من مشاكلنا، نفهم احنا واقفين فين. طيب معايا دلوقتي عبر زوم ادريال بيفينغتون، المدير السابق للاتحاد الانجليزي لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. صباح الخير، يسعدني ان اكون هنا واتحدث معكم. شرف كبير لينا. بدايه كده لازم اسالك بشكل مباشر، بما اننا نتحدث عن امور تخص الاتحاد المصري لكره القدم وفكره تعيين المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنيه، كيف يتم اختيار المدير الفني لمنتخب وطني في انجلترا؟ هذا الأمر يعتمد على الدور الذي مطلوب منه أن يلعبه. المدير الفني ممكن أن يكون مديرا لكرة القدم، وهناك التغيرات التي الطفيفة التي تطرأ على مسؤوليته، ولكن بشكل عام نحتاج شخصا يكون قائدا لفريق كرة القدم على مستوى ممتاز. ويجب أن تكون هناك فلسفة خاصة بالتدريب وبرنامج خاص بتطوير كرة القدم يتعلق بالاتحاد ككل. وأيضا هناك مسؤوليات خاصة باختيار المدير الفني للفريق القومي بالاتفاق مع مجلس الاتحاد. ونتأكد من المستوى الخاص بالمدرب الذي يتم اختياره، وفي حالتكم بالنسبة لمصر طبعا. وهذا لإدارة البرامج التدريبية والتعليمية الخاصة باللاعبين لفريق كرة القدم. وأيضا القيام بكل المسؤوليات منذ المستويات الأولى وحتى فرق الناشئين أيضا. طيب سؤالي الجاي ليك، انت كنت واحد من المشاركين في اختيار ساوثجيت المدير الفني الحالي للمنتخب الانجليزي، كيف تم اختيار ساوثجيت؟ هل كان في اكتر من مرشح؟ هل كان في لقاء حصل مع ساوثجيت؟ هل كان في خطه قدمها مدرب المنتخب الانجليزي عشان كده وافقتوا عليه؟ فيما يتعلق باختيار المدير الفني، قمت ايضا باختيار كابيلو وهوتسل، وايضا عملت مع اريكسون. ويقوم بهذا الاتحاد في انجلترا، يجب ان يكون هناك فلسفة واضحة حول نوع المدرب الذي نرغب في اختياره. وهذا يتوقف على المرحلة التي يلعب فيها الفريق، أو المرحلة والتحديات التي تواجه الفريق في الوقت الحالي. أنا سؤالي لحضرتك مرة أخرى، هل كان في أكتر من مرشح وقت اختيار ساوثجيت أو تعيين ساوثجيت مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي وتم اختيار ساوثجيت؟ من هم الذين يختارون المدير الفني؟ هل هم متخصصين في كرة القدم أم إدارة اتحاد الكرة في إنجلترا؟ مين اللي بيختار؟ إن ساوثجيت هو المدرب، ولكن المدير الفني يتم اختياره من قبل مجلس الاتحاد.
إذن المدير الفني يقوم بتعيينه مجلس إدارة الاتحاد. ويكون هناك أكثر من مرشح يتم الاختيار من بينهم. وقد يكون هناك مقابلة شخصية تتم. ويكون هناك تقريبا حوالي 6 أشخاص. وعلى الاتحاد أن يحدد إذا ما كان ما الشخص الذي يتم اختياره هل هو المدرب أم المدير الفني. يجب أن يكون هؤلاء المرشحين من الدولة نفسها في إنجلترا. وأيضا هناك شخصيات عالمية حتى نستطيع أن نؤسس حتى يتم اختيار أفضل المرشحين. وإذا ما كنا نتحدث عن اختيار ساوثجيت وهو المدرب رقم 21 فقد قمنا بمقابلة حوالي 10 مدربين لكي نختار واحدا منهم. وبعد ذلك تم عمل مقابلة لساوثجيت هو وواحد أو 2 آخران تم إدراجهم في مقابلة أخرى. وكانت المقابلة الثانية مع الرئيس والسكرتير العام للاتحاد. المقابلة دي عادة بيحصل فيها ايه؟ يعني نوعية الأسئلة بتكون عن ايه؟ هل هي خطة؟ هل هي الشغل اللي هيعمله مع فرق الشباب؟ الأسئلة بتبقى ايه في المقابلة الشخصية عادة؟ هذا أمر هام. كنت على مدى عقدين من الزمان كنت أقوم بعمل وإجراء مقابلات للعديد من المديرين والمدربين. من المهم أن تكون واضحا ويكون لديك توقعات في المدير الفني أو المدرب الذي تسعى لاختياره. يجب أن تقارن ما الدور الذي سيقومون به وكيفية تعاملهم مع اللاعبين وما هي نوعية اللاعبين الذين سيقومون بالاعتناء بهم. ما هي الخطط وما هي البرامج التي سيتم تبنيها في حال تجميع الفريق القومي مع بعضه البعض؟ عادة هم لا يكونون مع بعضهم بشكل دائم ولكن يجب أن يكون هناك خطط وتكون هناك برامج معدة سلفا لتبنيها للتعامل وتدريب الفريق بشكل عام وبشكل مجتمع. وأيضا يجب أن ننظر في البرامج التي يسعون من خلالها لدعم وتطوير أداء اللاعبين في الأعمار المختلفة أعمار 19 والعشرين والواحد وعشرين. وكيف ستكون علاقتهم بالاتحاد وكذلك الأندية الأخرى؟ وكذلك علاقتهم باللاعبين لأنه يجب أن يكون هناك علاقة قوية وجيدة جدا معهم. أدريان بيفينكتون المدير السابق للاتحاد الإنجليزي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.